المؤمن يجب ان يكون شعاره ايه؟ لا كرب وانت رب. ما دام فيه رب يبقى ما فيش مشكله. المشكله انه ما يبقاش فيه رب. ولذلك احنا بنقول الكافر ده الكافر بيعمل ايه في الدنيا؟ طب انا مؤمن دي يبقى ليا رب أسر. مهما اسبابي عزت علدان ليا رب ايه؟ يبقى دي في امل عندي. وهو اللي ملوش رب يعمل ايه؟ ما اشقاه، ما اشقى من ليس له رب. يبقى شاكي قوي، ولذلك يقول لك ايه وشاكي قوي، ولذلك بينتحر لان اسبابه ضاقت به بينتحر. لما المؤمن يقول لا ده انا ليا رب، ساعة ما يحجبه امر فوق اسبابه. النبي علمنا قال اذا حجبك امر فوق اسبابك اعمل ايه؟ روح الى الصلاة. الى الصلاة يعني ايه؟ اختلب ربك. خلاص كده. سيدنا موسى قلنا زمان عاد فرعون، والله ارسل موسى الى فرعون عشان ايه؟ عشان ياخد منه بني اسرائيل اللي بيعذبهم. خلاص، فارسل معنا بني اسرائيل ولا ايه؟ ده الكلام في الوحدانية، والكلام ده كلام على الهامش، لانه هو كان رايح ليه؟ عشان ياخد بني اسرائيل. انما الجدل بقى الاله دي كلام ايه؟ لانه هو مرسول لبني اسرائيل، انما الجدل ده كلام عربي، والمعجزه بتاعته كل ده علشان ايه؟ يخوفه من نفسه ويخوفه من ربه وياخد بني اسرائيل ويطلع بهم. لما خد بني اسرائيل علشان يطلع بهم تنبه فرعون وقومه، فخرجوا وراءه بايه؟ بقبضهم وقضيضهم كما يقولون. التفت قوم موسى فوجدوا فرعون وقومه تنبهوا الى انهم خارجين، فجم ايه؟ وراهم. لما جم وراهم قال قوم موسى قالوا ايه؟ قالوا ما فيش فايده بقى، انا لمدركون، البحر قدامنا والعدو هنروح فيه. ده بمنطق البشر، بمنطق مين؟ البشر. لكن اللي له رب ما قالش كده بقى، قال ايه؟ ان معي. قال لهم كلا مش هيدركوني. كيف يقول موسى كلا في مساله انا الدجع هو ده البحر؟ كلا ايه؟ قال لك مش بقول كلا برصيد من عنده، كلا ان معي ربي سيهدين. يبقى اذا هذا الايه هو المفزع. يبقى المؤمن يجب ان لا ييأس ابدا. ليه؟ لان له رب. ده اللي بيقوم محامي في قضيه بيرتاح. وانت مش مقوم محامي، انت مقوم محامي وشاهد وقاضي ومنفذ. ايش الحكايه؟ ربنا بيحكم. القاضي بيحكم ليه؟ بيحكم بايه القاضي؟ بيجي له شهود وبينه ويقعد مش عارف ايه، وبعدين حكم القاضي، ايملك ان ينفذ حكمه ولا تيجي الشرطه تنفذ؟ لذلك دي يسمها سلطه قضائيه. هو يحكم انما له دعوه بالتنفيذ، وتيجي السلطه الايه؟ التنفيذيه تنفذ الحكم. خلاص؟ قال لك لا، والقاضي حكم بايه؟ ببينه، يا اقرار يا شهود. قال لك هو ربنا لا عايز اقرارك ولا عايز شهودك ويحكم، ولا عايز حد يجي بعده ينفذ، لان هو اللي هيشهد وهو اللي هيحكم وهو اللي هينفذ. ولذلك قل خير الحاكمين عشان كده، لان الحاكم قد يحكم بشهود مزوره، هو مش هيحكم بشهود، ده هيحكم بعلمه، فما فيش حد هيدلس عليه. وقد يحكم ولا يجد من ينفذ، يجي المحضر ما يديش الاعلان ويتغمس كده بحاجه كده يقول لك ما وجدتوش، ده ليست له اقامه، مش كده ولا ايه؟ ولما يجي مثلا ينفذ اللي هيروح ينفذه فيه يقبضوا عليه، يقولوا بالليل يقول له احنا هنجي لك بكره كده ذوق، مش ده اللي بيحصل؟ وهو ده اللي بيحصل. الله. لكن ربنا مش عايز شاهد ولا عايز اقرار، يبقى اغنى القاضي عندي ويحكم ملوش هوى، محدش هيجي له من ناحيه كده ويشوف ايه كده ويدخله من هنا، ما فيش، وينفذ. يبقى خير الحاكمين ولا مش خير الحاكمين؟ يبقى خير الحاكمين.